بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا الجامع بدأ البناء به عام 93 وانتهى بعام 95. فتح بداية المسجد كصلاة فروض فقط، صلاة فروض فقط في عام 98، وافتتح المسجد رسمياً لصلاة الجمعة. وكان أول الذين قاموا بإدارة هذا المسجد هو شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الشهيد خالد السعدون. استلم المسجد من عام 95، واستمر هذا المسجد في ظل النظام السابق، يعني كانت الأمور طبيعية إلى أن سقوط النظام عام 2003 بدأت المتغيرات على الساحة. كما تعرفون بدأ الوضع يتغير حتى جاء العام 2006، والعياذ بالله. ندعو الله أن لا تعود هذه السنوات، وهي سنوات الطائفية والقتل. فبشلة إجرامية، بعصابة إجرامية قامت باغتيال الشيخ خالد السعدون رحمه الله أمام المسجد يوم 10/5/2006. بقى المسجد تقريبا من الشهر الخامس إلى الشهر التاسع بدون إمام، إلى أن بدأت الأوقاف في تعيين إمام، فاستلمت المسجد في 20/9/2006 بقمة الظروف الطائفية. ومع الأسف إضافة لاستشهدوا مع الشيخ خالد رحمه الله، استشهدوا في الفترة التي استلمتها 5 شهداء أيضا من المصلين. كانت علينا أيام سوداء، أيام عصيبة. بدأ الإعمار في جامعنا، جامع أسامة، معه والكادر الهندسي المتقدم اللي يديره أحمد الحاكم أبو شهاب، والمهندسين والمهندسات جميعا والأخوة. طبعا مقاولين استلموا العمل، اللي هو المقاول سعد العاصي، وعنده أخو بغيث، وأيضا أخ عباس أبو فاضل أبو علي أبو محمد، داروا هاي المجالس السبعة من ضمنها جامعنا. تم تعمير كما ترون، يعني الحرم من سيراميك وصبغ الجدران، المنارة كانت آيلة للسقوط، فبفضل هذا العمل يعني أضيفت لها دعامية قوية من الأساس، ثم طليت بالأسباق. بعد ذلك انتقلوا إلى لتعمير حمامات المسجد أجلكم الله، وتعمير بيت الإمام، إضافة بناء غرفتين وصالة في الطابق الثاني، وبيت الخادم اللي هو خادم الجامع عبد الله، تسقيف سطح المسجد. فظهر بالحلة، واستمر العمل من الشهر التاسع إلى أن فتح الجامع يوم 21/3 في هذا الشهر، وافتتح الجامع رسميا، وعادت الصلاة إلى قبل رمضان في يومين، يعني بحلة جديدة وتنظيم جديد. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى كل اللي قام بهذا العمل، يعني المنطقة جزاهم الله خير، يتبرعون للمسجد جزاهم الله خير. يعني حتى احنا من ردنا ننظف المسجد قبل لا نهيئ للفراش ونهيئ للحلة الجديدة، اجوا ناس من المنطقة وقالوا احنا حاضرين بالخدمة وبالعمل، وفعلا نظفوا المسجد وقاموا بغسل الحرم وأيضا الحوش التابع للمسجد، وساهموا بشكل كبير. والآن يعني حتى أحد الأخوة قبل أيام قال لي احنا مجرد نريد موافقة من مديرية الوقف السني على حتى نساعدكم بإنشاء قاعة، تكون قاعة مناسبات تكون للمنطقة بأكملها. يعني تدري مثلا تصير عزاء أو تصير مناسبة زواج، هذه تحتاج إلى قاعة نفتقر بها للحي العسكري. ففضل من الله المسجد يعني كل سنة رمضان يتطور أفضل وأفضل. يعني احنا السنوات السابقة
أتكلم صراحة بال2006 أو 7 أو 8 ما انغلق المسجد، بس كانوا مصلين قليلين بحكم الظرف اللي نعيشه واللي عاشته أغلب محافظات العراق، يعني الظرف الطائفي والهجمات الطائفية اللي كان يديرونها الدول اللي ما تريد للعراق يستقر، لكنه فضل الله سبحانه وتعالى والخيرين، وصار بدورات قرآن، صار بدورات تثقيفية، محاضرات، دورات أيضا للقرآن، كل سنة في رمضان فضل الله سبحانه وتعالى يعني نأتي بمشايخ من المساجد الأخرى، البصرة أو قضاء الزبير أو الخصيب، يلقون محاضرات في هذا المسجد للتثقيف حتى لا يقتصر العمل على إمام المسجد، يعني هذا من باب الثقافة وتوسعة الثقافة عند المصلين في رمضان هذا المبارك. فكل سنة، هذه السنة رمضان بحلة جديدة بمسجد معمر بشكل جيد في ميزان حسناته إن شاء الله، والمسجد مستمر صلاة التراويح، صلاة الفجر، وكل الأمور اللي تخدم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خير الجزاء. والله اجواء رمضان بالزبير اجواء يعني تختلف عن باقي المناطق كلها، الحمد لله والشكر، يعني اجواء روحانيه، صلاه تراويح الحمد لله، تساير من بعد صلاه التراويح، واحد يسير على الثاني وواحد يستفقد الثاني، الحمد لله اذا اكو مناسبه لا سامح الله عزاء او فرح، الحمد لله التواصل بيناتنا حلو ونحمد الله ونشكره.
والله اثناء الصيام احنا بالنسبه لنا عندنا عمل، يعني لازم تطلع الصبح للعمل الساعه 8 8 ونص لازم تكون بالمحل، ووقت الصلاه ترجع، ونوبه العصر نفس الشيء هم لازم تجي هنا، لان حسب عندنا التزامات برواتب وكذا، ونحمد الله من شكره. أنا كنت يعني بداية الأمر أجي وأذن مؤذن يعني حالي حال العالم إذا كان ما حد موجود، من توفى الشيخ خالد الله يرحمه، وكان معانا موجود يعني كذا واحد من أخواننا، يعني من أخواننا الخاصين من أهل المنطقة يتساعدون ويانا بالأذان. فبأيامها يعني كان المدير جزاه الله خير والله يذكره بالخير الخزرجي، بعد قال أبو يوسف، بعد يعني ماكو أبو يوسف ناجي لزام، يعني أنت بعد تستمر ويانا، وهو قام لي يعني بالأمر حتى أنه ثبتني بهذا بال2011. وقبل 2011 الشيخ خليل يعني قال لأبو يوسف خلك استمر ويانا بأمر العقد، وبدون عقد ونأذن، وأكو أخوة ويانا كانوا هم يعني أذنون، حتى كانت أكو أيام صعوبة أحياناً بأيام يعني نأذن ونصلي بالتراويح الكهرباء تنقطع، إحنا نغرب القرآن وتنقطع الكهرباء عندك، يعني أكو ناس ما كان عندهم ذاك الحفظ لكنهم ما يتركون، لربما شيخ خليل وناجي لزام وعبد الله، إحنا ما موجودين، إحنا ما يعني ما نضمن دائما وجودنا، نتمرض تصير عندنا حالة وفاة تصير، لكن أهل المنطقة رغم هذا ما يتركون التراويح ولا يتركون الصلاة ولا يتركون الفرض، يعني يتجاوبون هم يقومون بالدور، نجي نلقى الباب الجامع مفتوح، ويعني يعني يعني يوم من الأيام شيخ خليل توفت بنته الله يرحمه يرحمها، وكان معاها بالمستشفى، انا بعد لازم اروح له الجامع، يعني ما ظل، اجانا لقينا العام فاتحين الجامع وتصلي وقايمين بدورهم، الميت يروح الرب العالمين لرحمة الله، لكن الحي يريد العباده الرب العالمين، لازم يتأدى امر هذا الجامع، فكل انسان يتساعد من موقفه اللي يقدر عليه انه يفيد بيوت الله سبحانه وتعالى. والان انا اكو امور يعني لازم هم نذكر بها، يعني وهذه انه نقول المصلين المتواجدين بالجامع يعني دائما يعني نقول انهم نحثهم على أنهم يكون تواجدهم أكثر واهتمامهم أكثر بيوت الله، لأن هذه المساجد يعني رب العالمين مو لأحد، يعني حتى بعض الأمور يعني ذاك اليوم ذكرها الشيخ، يعني بداية رمضان تكون الأعداد أكثر وتقل تدريجيا سبحان الله، فإحنا نوصيهم بهذا الأمر أنهم يعني يهتمون بهذا الأمر سواء برمضان أو غير رمضان، لا رب العالمين موجود سواء برمضان أو غير رمضان، جزاكم الله خير. من بدأ الجامع إن شاء الله يمكن 98 لحد الآن إن شاء الله، وأنا أصلي مثل ما عبر لكم السيد، مريت استمرت في الصلاة لحد هذا اليوم، ومثل ما حكى سيد خليل مرت علينا الطائفية ومرت علينا هاي الشغلات، والحمد لله تجاوزناها بسهولة إن شاء الله،
بعزم الخيرين. السنة رمضان بهالسنين هذه قام يجيب البراد، والحمد لله لا عطش ولا جوع ولا كل شيء، وكل شيء الأمور ماشية بسهولة. نحمد الله ونشكر من فضل الله. موقف أكثر شيء موقف شوي حاصرتنا بالطائفية الله لا يعودها ب 2005 2006 شوي ضايقتنا، قمنا الواحد ما يروح للجامع ويرجع إلا بشق الأنفس، يعني يخاف على نفسه، وتدري عيال الحرام اللي سووا بنا، وحنا أكثر جامعنا بالشهداء جامعنا بالزبير، أكثر جامع بالشهداء الزبير جامع سامة بن زيد. إي نعم الحمد لله نكون، والجامع مثل ما تشوفه جديد فرش جديد والحمد لله، والمصلين وقت صلاة التراويح يغوص بالمصلين من جميع، مو بس احنا اللي سنة جماعتنا يصلون معانا اخواننا كلهم من المذاهب الاخرى. اي نعم. الا رزقته ولا ميتا الا رحمته ولا شهيدا الا شفعتنا فيه ولا حاجة من حوانت الدنيا ولا اخره الا قضيتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم تقبل صيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبل صلاتنا يا الله يا مقلب القلوب، ثبت قلبنا على احنا الان. تلاحظون أنه بالحرم هذا المنبر اللي يكون بخطبة الجمعة، هذا المنبر يكون بخطبة الجمعة، يصعد الإمام على مود يلقي الخطبة في يوم الجمعة. نعم يكون هذا المرتكز لخطبة الجمعة. طبعا أنا هو الخطيب مال هذا المسجد، راح يلقي الخطبة هنا يوم الجمعة. طبعا المسجد يملي بالمصلين، إضافة للخارج الحرم ايضا يظلون مصلين فضل الله سبحانه وتعالى، لانه الجامع الوحيد بالمنطقه بين اربع مناطق. السنه استحدثنا شغله انه كبار السن يحتاجون يقعدون مثلا ينتشون على الحائط، فواحد من الاخوه كان عنده مقترح هاي القعده اللي يشوفونها، حتى كبير السن يوم الجمعه مثلا ما يقدر يتابع الخطبه الا خلال هذه اللي ينتش بيها. نعم الآن نتوجه إلى غرفة الإمام. طبعاً هاي الغرفة لها تاريخ عريق. هذه الغرفة الآن بعد التعديل طبعاً مثل ما تشوفون المكتبة الحاضرة، هذا هو اسمي فضيلة الشيخ السيد خليل سيد عبد القادر الحيدري إمام وخطيب الجامع، وبنفس الغرفة كان فضيلة الشيخ الشهيد خالد السعدون يدير المسجد من هذه الغرفة. طبعاً هاي الغرفة ما تمثل للإمام والخطيب. يوم الجمعة مثلاً الإمام الخطيب يجلس هنا بالعشرة أو عشرة ونص، فضل من الله أنا عندي مبدأ قبل خطبة بساعة ساعة ونص، احتمال المصلي عنده سؤال، احتمال عنده حاجة، احتمال عنده مشكلة، حتى بعض النساء تجي مثلا هنا بهذه الغرفة، فضل من الله حلت مشاكل بين عشائر، حلت مشاكل بين أزواج، حلت مشاكل بين أطراف متصارعين. هذه الغرفة ما تمثل فقط المسجد وإنما تخدم المنطقة بشكل عام. فبفضل التعمير الأخير بالألفية 22 من المحافظة مديرية وقف السن المنطقة الجنوبية، عملوا لها قاعدة قوية من الحديد وبعد ذلك صبغوها، والحمد لله الآن تصدح بالأذان مع الأضوية اللي بيها، فتكون منارة للمسجد في هذه المنطقة اللي جامع الوحيد الموجود به، وهو جامع كل المنطقة لأهل السنة والجماعة، لأبناء الشيعة، للنصارى، للصابئين. أي إنسان عنده حاجة وعنده شغلة معينة بيت الله سبحانه وتعالى هو في خدمته. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فضل الله وفضل الخيرين، فالصلاة قائمة وكل شيء ما حسب ما يرام من فضل الله من 95 لهذا الوقت، والحمد لله تروح رجال وتجي رجال، وإن شاء الله يبقى الجامع لقيام الساعة موجود وتعميره من فضل الله، والصلاة ماخذة مجراها بكل وقت، صلاة التراويح ومجتمعنا الموجود كل يصلي بالجامع، والصلاة مستمرة من فضل الله وفضل الخيرين
والشيخ أمام وخطيب الجامع الشيخ خليل، نحمد الله من فضل الله مهتم بالجامع، والجامع حسب ما يرام من فضل الله، وصار فيه تعمير من أفضل التعمير من فضل الله خصوص السنة، والمصلين مرتاحين والصلاة مستقيمة من فضل الله، والتراويح مستمرة مع ما حصل من الظروف من الطائفية من كذا، بس من فضل الله انقطعت هذه والحمد لله، والتعمير اللي صار السنة فاستمر الجامع من فضل الله، ولا زال من فضل الله المصلين بكل وقت، صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة التراويح، صلاة بكل صلاة مستمرين من فضل الله وفضل الخيرين، الأفطار مستمر وفاعلين الخير موجودين، وصلاتنا ما انقطعت من فضل الله. السيد خليل يعملنا مدارس ودرسنا وكنا كبار سن ولا ندرس، وعلمنا القرآن وعلمنا القراءة وكتاب، لأن دائما متواجدين، حنا جيران الجامع بالمنطقة الحي العسكري، فافتهمنا الكتابة والدراسة على يد السيد خليل جزاه الله خير وجعلها ميزان حسناته، وصلاتنا مستمرة ونحمد الله ونشكره، ما يحصل إلا الخير بالصلاة، والأفطار مستمرة بالجامع، وأي كل أوقات الصلاة نكون بالجامع من فضل الله، وجامعنا السنة من أفضل السنين، تعمير من فضل الله، نظيف لطيف من فضل الله وفضل الخيرين. السنة رمضان أقدم من السنين وأطيب من السنين سبحان الله، بالجو البارد، بتعمير جامعنا بالذات، بالهدوء بالاطمئنان بالبلاد، ونجعل الخير على العباد والبلاد بأحسن من فضل الله. السنة رمضان بالذات من آمان، من اطمئنان من فضل الله، من خير كثير، من أفطار، من تجي للجامع تفطر بالجامع وتصلي صلاة المغرب، ونرجع لصلاة التراويح والقيام، ونحمد الله ونشكره.